السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين ان الضغط ده عبارة عن فاميلي سيستم، وكذلك البايب، وكذلك الكيبل تري، وكذلك الوولز. فانا اقدر اتحكم في الضغطات من خلال ان انا باجي هنا من الفاميلي، بلاقي مثلا ضغط سيستم، بلاقي عندي اكسوست وريتيرن سبلاي. اقدر اي واحد فيهم اعمل منه دوبليكيت، بحيث مثلا بدل سبلاي اير اخليه فريش اير. على سبيل المثال بقدر اجي هنا مثلا في سبلاي اير هقول له انا عايز ادخل في الخصائص، تمام. ميك اليمنت اديتابل دي هتظهر معاك لما تكون انت عامل ورك شيرنج، عامل ملف دوت سنترال وفي ملف لوكال منه. طيب انا هخش على تايب بروبرتيز. اول حاجه هنا الالوان تقدر تديله لون، يعني مثلا تقول له انا عايز السمك بتاعه 4، عايز اللون بتاعه يبقى مثلا اللون ده. مثلا الباترن تبدأ تختار الباترن بالشكل ده، وكذلك الماتيريال تقدر تدي ماتيريال، يعني ممكن تكون انت عايز تعمل ريندر فمحتاج ماتيريال للسبلاي مختلف عن الريتيرن، فالحل ان انت تغير الماتيريال. بعد كده بيقول لي كالكوليشنز، انت عايز الحسابات من خلال كل حاجة ولا مش عايز حسابات خالص، ولا عايز الفلو بس، ولا البرفورمانس. فانت بتبدأ تختار اللي انت عايزه، تمام. وهنا بتدخل بعض المعلومات لو انت عايز. هنا الرايس اند دروب سيمبل، الرمز بتاعك تقدر تختار مثلا لما يحصل رايس او دروب عايز بالشكل دوت بالشكل دوت، فتبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه من هنا، تمام. نفس الكلام ده بالملي، هو اللي موجود في البايبنج سيستم او كيبل تري سيستم وهكذا.